كيفية عدم جعل كلمات المرور الخاصة بهاتفك مرئية على هاتف سامسونج أندرويد؟ طريقة سهلة جدا يا أصدقائي، تابع معي الفيديو للأخير لتفهم كيف. أول خطوة وهي أن تبحث على زر الضبط أو الإعدادات، تقوم بالضغط عليه هكذا، ثم بعد ذلك سوف تذهب إلى خانة اسمها خانة المقاييس الحيوية والحماية، تضغط عليها بهذه الطريقة، ثم تسحب إلى الآخر وتضغط على ضبط آخر للحماية، تضغط عليه بهذه الطريقة وسوف تجد خانة اسمها جعل كلمات المرور المرئية مفعلة. أنت تريد إلغاء تفعيلها وعدم جعل كلمات المرور المرئية، سوف فقط تضغط على هذا الزر هكذا، وقد تمت العملية بكل نجاح. ونصل لنهاية الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.